احنا سعداء بتلقي دعوة منظمة الانتربول للمشاركة في هذا المؤتمر، واحنا يعني جزء من العالم نعاني من مرض البضاعة المقلدة والمغشوشة وممارسات انتهاك حقوق الملكية الفكرية، وبالتالي احنا بادرنا للمشاركة بوفد من 5 أشخاص وحضرنا الفعاليات وشاركنا فيها، ونأمل انه يعني نستفيد وايضا نتبادل الخبرات مع بقية المشاركين. احنا لسنا بمنأى عما يحدث في بقية دول العالم، احنا نعاني من ما يحدث من انتهاكات الحقوق الملكية الفكرية، وايضا على قناعة بالأضرار التي تنتج عن تلك الممارسات، سواء للمستهلك وهذا همنا الأول، أو للمصنعين وملاك العلامات التجارية وما يؤدي إليه انتهاك حقوقهم من يعني عزوفهم عن الابتكار والإبداع، وبالتالي المجتمع بصفة عامة يخسر من استمرار مثل تلك الممارسات. الجمارك السعودية منذ فترة طويلة وهي تعمل لمكافحة تلك الممارسات، بدءا من التدريب واستمرارا لذلك قامت المؤتمرات العربية نظمتها الجمارك السعودية، بدءا من المؤتمر الأول أو المنتدى الأول لمكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، تلاها أيضا المنتدى الثاني لمكافحة الغش التجاري والتقليد، وأيضا احنا يعني نعمل حاليا على إقامة المنتدى الثالث الذي سيتم عقده في شهر مارس من العام القادم إن شاء الله. مع الزيادة المستمرة لحجم البضائع والحركة التجارية العالمية يعني تظهر أهمية المعلومات، فبدون معلومات جيدة وتقصي معلومات من مصادر تلك البضائع لا يمكن لأي جهاز جمركي أن يمنع عبور تلك البضائع، وبالتالي أهم ما نحرص عليه في اجتماعاتنا ومنها لقاءنا هذا أنه تنمية العلاقات، تنمية تبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، وأيضا الاستفادة من تجارب الدول في مكافحة هذه الآفة، من أيضا يعني فرض المزيد من العقوبات والتشهير بالمخالفين والوصول إلى منابع التقليد لمحاولة للحد من أيضا يعني وقف تلك الممارسات وأيضا عدم السماح بانتشارها في المستقبل. أنا أعتقد إنه يعني وجودنا في هذا المنتدى وهذا المؤتمر هو دليل على التعاون. لو لم نتلقى الدعوة ما كنا يعني وجودنا هذا اليوم. أيضا يعني إحنا في المملكة العربية السعودية وفي جميع المنتديات التي أقمناها كان الانتربول حاضر معنا، أيضا بقية الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة كانت موجودة معنا في المنتدى الأول وفي المنتدى الثاني، وكما تعلم اليوم منظمة الانتربول تلقت الدعوة لحضور المنتدى الثالث المقام العام القادم في المملكة العربية السعودية إن شاء الله.